أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا متابعي أقصى العرب في الأردن، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنتحدث فيها عن الحالة الجوية المتوقعة خلال هذه الليلة وخلال يوم غد الجمعة بإذن الله. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة، حيث تبقى الفرصة مهيئة لهطول بعض زخات الأمطار المتفرقة مع طقس غالبا غائم مع احتمال زخات من الأمطار. 8 درجات مئوية كحرارة دنيا الملموسة، 8 درجات الرطوبة مرتفعة 97%، والرياح تكون غربية معتدلة السرعة. بالنسبة للتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة ليوم الجمعة لنهار الجمعة، نبدأ بالمنطقة الشمالية، إربد 17 إلى 8، المفرق 16 إلى 7، جرش 17 إلى 9، وعجلون 14 إلى 5. بالنسبة للمنطقة الوسطى العاصمة عمان، فرصة لزخات خفيفة ومتفرقة من الأمطار 14 إلى 8، الزرقاء 16 إلى 7، البلقاء 16 إلى 9، مأدبة 14 إلى 7، والواح الميت 20 إلى 13. المنطقة الجنوبية تشهد أجواء باردة، الكرك 11 إلى 5، الطفيلة 11 إلى 9، معان 14 إلى 6، الشوبك 11 إلى 6، والعقبة طقس تفرق لبعض الغيوم 21 إلى 14. أخيرا المنطقة الشرقية، الأزرق 17 إلى 9، الصفاوي 16 إلى 7، والرويشد 14 إلى 6. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.